يا راني ما تقعدي تتفرجي معايا على المسرحيه دي، مسرحيه حلوه قوي. مسرحيه ايه دي؟ انا وهو وهي، هو وهي وهو وهي. على فكره اسمها انا وهو وهي وبس. اه تصدقي انا وهو وهي بس، يا بخته عنده هو وهي، انا بقى عندي انا وهو وهي 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 وهي. انت لابسه كده رايحه فين ان شاء الله؟ نازله السايبر اللي تحتينا انا ومامتي ونجلاء، علشان صاحبتي كلمتني في التليفون قالت لي ان موضه الخريف نزلت ولازم ننزل نشوف موضه الخريف فورا انا ومامتي ونجلاء على طول. موت انت ومامتك ونجلاء خريف ايه اللي انت هتشوفيه من دلوقتي يا ماما؟ احنا فين والخريف فين؟ اه قصدك بقى خريف العمر، يعني حاجه تناسب مامتك يعني ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ تسكت دي توا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت على فكره موضه قديمه خالص، انت ما بتقراش في الجورنالات ان الموضه بتنزل قبليها بشويات؟ يعني في حاجه اسمها برانتون. برانتون برانتون. عموما يا حماتي المسرحيه دي لو قعدتوا اتفرجتوا معايا عليها فيها شويه ملابس فظيعه. يعني بص فؤاد المهندس لابس ايه؟ البدله اللي هي اللي بتاع القصير، البنطلون القصير ده فظيع فظيع. نو نو يا عادل، شاقول انت بتقوله ده مش ده يعني حاجه قديمه خالص خالص، ده ابيض واسود، انا ما اعرفش الالوانات. وبعدين المسرحيه دي من اول ما اتعمل التلفزيون. ايوه يا حماتي، بس اللبس يناسب سنك يعني، لانه زمن اللبس الجميل يعني، اكيد وقت ما انت كنت هناك ساعتها يعني ولا ايه؟ شفوتوا شفوتوا، سامع يا رانيا جوزك بيقول عليا انت ايه؟ سوري يا مامتي، لو سمحت الراعي مشاعر مامتي واتكلم بحروف مزدوجه وما تلخفنش في الكلام. وبعدين اصلا انت لو كنت مدخلنا سايبر في البيت ما كناش لجأنا للسايبرات اللي في الشوارع. ادخل لكم سايبر ايه؟ قصدك ادخل لكم نت يعني؟ ماما ماما انا ماما انا ايه؟ انت ايه ياسمين؟ مش عارفه الفرق بين ماما وماما يا عيني، اكيد ده تاثير اكل مامتك يعني. ماما خديني معاكي يا ماما عشان عايزه العب على الكمبيوتر بتاع السايبر. كمبيوتر سايبر ايه يا ياسمين؟ ما انا جايب لك كمبيوتر هنا، ولا انت عايزه تسيبي الكمبيوتر اللي انا جايبه لك في الشيء الفلاني وتروحي تاجري في السايبر ده عشان تلعبي وتدفعيني فلوس كتير كمان يا ياسمين؟ يا بابا الكمبيوتر ده اصلا من مخلفات الالكترونيه الحربيه باين ولا ايه؟ الالكترونيه الحربيه؟ ما ماشي ماشي، ادي كمان البنت هتعلمت الكلام الغريب لعلمك. فكره بقى يا ابي. ايوه في شركات بتعمل النت بسرعه عاليه جدا وباسعار قليله. كمان كمان نت بسرعات، يعني في نت عادي ونت بسرعات؟ حرام عليكو، انا كفايه قوي ان انا بجيب لكو الاكل بتاعكو والشرب بتاعكو واللبس بتاع مط الخريف ومط الربيع، كمان عايزين اجيب لكو كمبيوتر وكمان اجيب لكو نت واشترك لكو بسرعه عاليه وسرعه بطيئه. خلاص يا بيبي بلاش محاضرات ارجوك، كفايه لحد كده اسكت وخلينا ننزل السايبر. اوف يلا يلا يا جماعه يلا باي باي. رانيا استنوا، انت دلوقتي قلتي لي اسكت وهننزل السايبر، طب ما انتش نازله يا رانيا. باي يا بيبي. باي باي، متاخروش. ايه يا سناء رايحه فين انت كمان؟ رايحه تشوفي الموضه بقى بتاعت ايه انت كمان حضرتك؟ موضه ايه؟ موضه دي ايه كلام الناس التافهه وعجائب الدنيا دي؟ في حاجه اسمها موضه؟ يا سلام، صدق يا سناء ساعات بحترمك فعلا، ساعات مش على طول طبعا يعني. انا نازله رايحه السايبر عشان عندي بحث بكمله في علم النفس. علم النفس؟ وعامله نفسك بتدرسي وفاهمه كل حاجه. اسمه علم النفس مش علم النفس. النفس؟ اه طبعا علم النفس. ليه بقى؟ لان الواحد ساعات بيبقى قدامه ترابيزه مليانه انواع مختلفه من الاكل وهو ملوش نفس، عشان كده ده بيبقى علم يا ماما علم. عادل انا مش لاقي حاجه اقولها لك، كلمه موكوس كلمه قليله عليك يا فاشل. يلا يا سناء انا جاهزه خلاص. يلا يا ماما. وانت يا ماما رايحه فين انت كمان؟ ايه هاخد بالي من سناء وبالمره اشوف حاجه تفتح النفس، اشوف لك شويه اكلات كده اعملها لك بايديا دول بدل اكل رانيا اللي جاب لنا سد النفس. اه والله هو النت دلوقتي بقى له فايده عشان علم النفس اللي بقول لك عليه. ماشي يا ماما خلي بالك، اوعي الشباب يعكسوكي في السايبر. يا ريت يا حبيبي يا ريت. ما انا سناء معايا حبيبي. باي باي. آه باي باي، مع السلامه. ربنا يهدي لك عقلك. يلا ماشي يلا ماشي عقله ماشي. ايه عداله؟ انا مش فاهمك، انت رايح جوجل ولا نازل ياهو؟ بقالك فتره قاعد وانا خايف التايم ده كله يتسطب عليك. صباح النور حبيبي، انا خايف على فلوسك. انا اصلي يعني مش عارف الكمبيوتر بتاعك فيه مشكله، اصل انا يعني اديت النمره بتاعه السايبر بتاعك ده لواحد صاحبي يعني عشان يكلمني على الشات. هي مش النمره 35؟ انت اديته نمره تليفون السايبر عشان يعمل معاك تشات؟ اه انت ايه غيرت النمره ولا ايه؟ ده انا جاي عندك انت بالذات يعني. معقوله خميس ما رضيتش اروح السايبر اللي تحت البيت وجيت لك؟ قلت برضو انت اولى يعني، نفعني ونفعك. لا عيب يا عداله، انت راجل متفرمط وتفهم في الاصول. وبعدين ده
جرأة ولا بالشفعة، المطعم بتاعك لازق في السايبر بتاعي كأنه فايل واتقسم نصين. فايل و... طب انت ايه، ما عندك شات ولا ايه؟ عادل صارحني، هو انت ما بتفهمش في التكنولوجي خالص؟ انا ما بفهمش في التكنولوجي يا ابني، ده انا اشتغل على النت من ايام ما كان بالمنافيل يا ابني. لا ده انت فاكس خالص. انت عبيط ولا ايه؟ انا عبيط برضو؟ يا خسارة يا عادل، بجد يا خسارة، ده انت طلعت مت فيروس ومحتاج الانتي، ده انت مصفر خالص. مصفر يعني ايه؟ مخك مصفر. عادل اتكل على، بص انت تروح تجيب لك كوزين بطاطا وتشويه مع البوتاجاز على العين الكبيرة عشان تعمل تشات مع صاحبك وتسمع بوضوح. الله لا 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 كده القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ انت بتكلم مع مين يا ابني؟ ده انا السايبر بتاعك ده اقفلهولك يا ابني. يا سلام، تقفله ازاي بقى؟ هبلغ عنك البوليس. ليه؟ دخلت لقيت الاسلاك عريانة؟ انا كل شيء عندي في السليم، معايا تراخيصي وتلخيصي وتفاصيصي. برضه هقفلك السايبر ده وهتشوفه خميسة سايبر. على ما في خيلك اركبه. انا ما عنديش خيل. قصدك يعني اخبط دماغي في الحيطة؟ ماشي، هفرجك بقى عادل سعيد هيعمل فيك ايه. ولا هيمة؟ ايه؟ هو الأستاذ ماله عمال ياكل في نفسه كده ليه؟ شكله كده متغاظ من حد على الآخر. مش عارف بس شكله كده متغاظ من حد على الآخر. اوعى تروح تكلمه ولحسن ممكن يهب فيك. يا نهار اسود، لا يا عم احنا مالنا وماله؟ يعني النهارده ما نكلموش خالص. ماشي ماشي. أستاذ دولا! مالك كده يا أستاذ دولا، مش طايق نفسك ليه؟ ايه ده للدرجه دي باين عليا؟ ايه باين عليك جدا يا استاذ دولا، احكي لي احكي لي وانت مش هتندم ابدا. ولا انت تعرف اللي اسمه خميس سايبر اللي جنبينا ده؟ لا. ايه اللي اعرفه؟ تعرفه كويس يعني، تعرف عنه ايه؟ اعرف ان السايبر بتاعه شغال حريقه يا استاذ دولا، والناس ايه داخله خارجه عنده، يعني بيكسب فلوس كتير قوي، ارزاق يا دنيا. طب وانت تعرف منين انه بيكسب كتير قوي يعني؟ ما انا بقول لك الناس داخله خارجه كتير قوي يا استاذ دوله، ده بيغير العربيه اكتر ما انا ما بغير قميص. ايوه انا عايزك يلا تقر عليه جامد جدا يعني، ركز معاه الفتره اللي جايه. طب ما تعرفش عنه حاجه كده ولا كده او كده مثلا او كده؟ للاسف يا استاذ دوله ده شكله كده صخ سليم. انت بتقولها كمان في وشي؟ ما مش معقوله المكاسب اللي بيكسبها كتير قوي اللي انت بتقول عليها دي من السايبر بس. خلاص ممكن ندور له على حاجه. احنا لسه هندور. طب بقول لك يا استاذ دوله، ما دام انت كده في الاذيه مؤذي، احنا ممكن ناذيه ونستفيد في نفس الوقت. ازاي يا مؤذي؟ اقول لك، احنا ممكن نجيب كام كمبيوتر على وصله نت، وهو بالمره هتلاقي رجلي داخله المطعم ورجلي خارجه من المطعم، وكمان ممكن ننزل لهم سندوتشات اجبار. لا يلا، احنا ممكن ننزل لهم سندوتشات منك لله، منك لله. حلوه الفكره دي. لعلمك يا ياسمينة يا حبيبتي، أنا هحتاج الكمبيوتر بتاعي. أخيراً يا بابا، أخيراً تعمل الكمبيوتر بتاعي أبجريد. أبجريد إيه؟ لا يعني عايزه، يعني هحتاجه يعني عشان في حاجة معينة في دماغي كده عايز أعملها. هتحتاجه في إيه؟ يا جماعة مدام أنت سألتيني بقى يا ياسمين، يا جماعة أنا قررت بعون الله وإن شاء الله إن أنا أفتح في المطعم بتاعي سايبر للكمبيوتر. سايبر؟ يا سلام، وهتفتحوا بقى يا بابا بالكمبيوتر بتاعي؟ لا يا حبيبتي، الكمبيوتر بتاعك ده عبارة عن نواة للمشروع، يعني هبتدي الأول بالكمبيوتر، وأي مشروع صغير بيبدأ صغير وبعدين بيكبر إن شاء الله. هو فيه يا بيبي؟ هو أنت هتربي بيبي؟ ده مشروع كبير جدا يلزمه أسس وقواعد، يعني على الأقل مش أقل من 10 كمبيوتر يبقى عندك عشان تبدأ المشروع ده. أفتح سايبر بتاع كمبيوتر ب10 كمبيوتر؟ أنا بقول لك عايز أفتح سايبر مش أفتح هايبر. يعني أنت عايز تاخد الكمبيوتر بتاع البنت الغلبانة دي المسكينة، الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من البيت ده، عشان تاخده تعمل بيه سايبرك وتخلي الناس تخمس عليه؟ تخمس عليه؟ هو انا افتح كوبايه شاي؟ ماما تخمس ايه؟ لعلمك انا المشروع ده مشروع بفكر فيه بقالي فتره طويله جدا، وقررت انفذه ان شاء الله، والكمبيوتر بتاع ده يا دوبك يعني حاجه بسيطه، لسه هجيب اجهزه كتيره جدا، يعني احتمال اجيبها مستعمله عشان تبقى رخيصه يعني. خلاص يا ابي، زود عليهم واحد كمان من اللي اسعارهم رخيصه دول، وسيب لي الكمبيوتر بتاعي انا وياسمين عشان انا ما اقدرش استغنى عنه خالص. طبعا طبعا يا هانم، ما تقدريش تستغنى عنه، طول النهار قعدالي بتعملي شات مع اصحابك، شات وحركات وحبشتكنات، يعني انا مش فاهم ايه. الله صحيح يا نجلاء، هو الشات ده صحيح يعني بيبقى على نمر التليفون السايبر ولا بيبقى له نمره مخصوص؟ ايه بتقولي عايزه افتح سايبر؟ انا اعتقد يا عادل ان انت تخليك في محل الفول والطعميه علشان الريسك. ريسك؟ لعلمك بقى مفيش حياه من غير ريسك. يا
لعلمك يا عادل الريسك ده في الظهر. يا اجنورنت تري اجنورنت، مش معقول ريسك ده يعني ريسك ريسك. ها انت اجنورنت، التاني اسمه الديسك. لعلمك بقى يا حماتي ما اسموش ديسك، اسمه هارد ديسك. لعلمك بقى يا ابي الهارد ديسك ده موجود في الكمبيوتر. لعلمكم بقى كلكم انتوا عيله هبله وناس فاضيه. لعلمك يا سناء انا لسه قاريه كتاب عن كيفيه التعامل مع عائلتك، بيقول ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد في الود قضيه ويجعل المحبه تسود والانشطار العائلي. شكرا شكرا شكرا. لعلمك يا ماما انا اصلا عمري ما شفتك بتقري في كتاب. ياسمين لعلمك بقى ياسمين انت كده احرجتي ماما جدا. لعلمك يا عادل مراتك عمرها ما بتتحرج ابدا. لعلمك بقى انت ست قليله الادب، ما تقوليش كده عن بنتي ابدا. السمع بالسمع خالص. لعلمك يا عادل بقى انت لازم تاخدي حقي من مامتك. هتاخدي حقي ولا لا؟ لعلمي علمك يعني. اتفضل يا عم. يا عم حل عني بقى يا عم. انت ايه ما بتزعقش؟ الله ما هو بص بقى انت لازم تاخد الشندوتشات دي، يعني لازم تاخد الشندوتشات دي. انا اساسا بقى يعني ما طلبتش الشندوتشات، وبقى انت عايزني انا اكل الشندوتشات البيئه دي. بيئه؟ هي السندوتشات كمان فيها بيئه ومش بيئه؟ وانت مين بقى اونكل؟ انا صاحب السايبر يا سيدي. طب كويس بقى يعني اونكل انك جيت. يرضيك بقى اونكل الفيروس اللعين ده كل شويه قوم جاي كل السندوتشات، وانا يعني اصلا ما طلبتش السندوتشات خالص. ياض يا فيروس ياض، ما طلبش السندوتشات بتديها له غصب عنه ياض. مش انت اللي قلت لي السندوتشات دي تنزل العيال دي اجباري؟ انا قلت لك كده؟ لا انت قلت لي السندوتشات دي تنزل العيال دي اجباري. طب خلاص قلت لي بقى السندوتشات دي بتاعتي على المكتب ماشي، واحسب الحساب على الاستاذ. ماشي يا استاذ. والاستاذ اسمه ايه امال؟ انا اسمي عمر، عمر النتاوي. ماشي يا عم النتاوي، النتاوي ده عشان النت يعني والانترنت. ايوه عشان احسب السندوتشات على الاستاذ عمر النتاوي. شكرا يا اونكل. خش اتفضل يا استاذ عادل. الصبي بتاعك بيسرق الزباين بتوعي. زباين ايه اللي يسرقهم يا عم؟ انا الحمد لله السايبر والمطعم بتوعي مليانين على الاخر، ده انا ما عنديش مكان فاضي. بص قد ايه منتظرين. ما كلهم زبايني. مين اللي زباينك؟ انتوا يا جماعه تعرفوا الواد ده؟ اه شفت ولا حد يعرفك اساسا يعني. وبعدين عمل ايه حضرتك؟ اتكل على الله. ريستارت بقى يا استاذ عادل واسمع التقيله دي. الصبي بتاعك بيقول للزباين بتوعي ان انتوا بتعرضوا هنا افلام انكت. انكت انكات؟ ده يعرف يقول انكات؟ انت تعرف تقول؟ ده انا نفسي ما اعرفش يعني ايه انكات. قول كده انكات يا كات 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 اهو اتفضل. ولا يعرف يقول انكات. قلت كده يا ولا ما قلتش يا؟ لا ما قلتش لزول، انا بريء حتى اسال الناس دي. انا قلت كده يا شباب. ايوه كده. شفت ان هو بيتبلى عليا ازاي؟ ايوه طبعا بتتبلى عليه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عايز حاجه تاني حضرتك؟ اتكل على الله. يلا يا عم خميس. اسمع بقى عادي الاخر كلام عندي، خلي صبيانك يبعدوا عن الزباين بتوعي، وبلاش نفسنا بقى وحقد على الناس اللي ناجحه. انا نفسنا يا ابني؟ النفسنا اللي عندك اساسا هتجيب اخر الشارع كمان شهر لما تلاقي كل الزباين اللي في السايبر اللي عندك واللي في اي سايبر في مصر كلهم موجودين وبتخانقوا عشان يلاقوا مكان عندي هنا. هنشوف يا استاذ عادل، والبقاء للاصلح. سلام. خد يلا ميزو. ايوه يا استاذ دول. تعال. هي حكايه البقاء للاصلح دي؟ انا عارف يعني راجل حقود عينه وحشه. وغير كده تلاقيه كمان انكت. هاي 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 ايه هاي 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 ايه ايه مالكم مالهم؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا رانيا مراتي. اهلا وسهلا. تقول اللي جابكم؟ مش احنا متفقين على كده؟ اصل المكان بصراحه تحفه. ايه ده يا بيه، ده انت عملت من الفسيخ شربات. قصدك عملت من المطعم سايبر جامد جدا. لعلمك انا اقدر اعمل من اي حاجه اي حاجه تانية غيرها خالص. بيبي مش هتدوري لنا بقى على مكان عشان نقعد فيه؟ رانيا حبيبتي زي ما انت شايفه المكان كله مليان، بس ممكن تستعملوا المكتب بتاعي والكمبيوتر بتاعي بس نص ساعه لانه محجوز بعد كده. ها احنا مش محتاجين اكتر من كده. انت مجيبوت يا اتفضل اتفضل. خد يا نجلاء الكرسي ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، المكان مليان اهو. ربنا يزيدك يا ابني، ربنا يزيدك. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك. انت ايه اللي جابكم مال؟ مش مهم يا ماما ان الواحد يبدا عمل جديد، المهم الاستمراريه. يا ساتر يا رب، دايما تقاطع يا سناء، دايما تقاطع. انت جايه عايزه ايه حضرتك؟ جايه عايزه ايه يعني؟ جاي اقعد على النت زي باقي البني ادمين. طلب طبيعي، عندي بحث عايزه اعمله، كيفيه شعور الانسان بالهلع وقت المصائب.
مصائب يا ساتر عليك يا سناء. اولا انا ما عنديش ولا مكان فاضي زي ما انت شايفه، كله محجوز كله محجوز. كله محجوز يعني حلو لمراتك واخت مراتك ووحش لينا؟ اشمعنى هم قعدوا يعني؟ اخص عليك يا عادل بقى، تفضلوا عليا انا واختك. يا ماما انا ما فضلتش حد على حد يا ماما، هم جم بدري. تعالي يا ماما تعالي. واللي بيجي بدري بيقعد ولا ايه؟ اه اللي بيجي بدري بيقعد. ايه ايه عايزه ايه؟ وانت اتلقحي ان هو على اي جنب لغايه ما تشوفي واقفه يعني. اتضلي واقفه. هاي عمر. هاي تيتو. المكان اللوكال ده اللي انت جايبني فيه ليه بس كده يا تيتو؟ طب لعمك بقى المكان هنا سفنتازري واستح. لا يلا بقى، وفي سندوتشات ياد يا تيتو، فول بقى وطعميه. تعرف صاحبك بيجوع بسرعه. ايش تمام، وريني بقى بتتفرج على ايه. يا لهوي يا لهوي، دي حاجه جامده اخر حاجه. واو دي حاجه جامده اخر مقاس. ادي عمر. ها شايف القطعتين دول؟ شايفهم يا سيدي. انا والنعمه والنعمه قاعد مستنيك من الصبح بقى عشان نظبطهم سوا. اوكي. هيا موزز، ايه ظروفكم النهارده؟ اه يا حبيبي في ايه حبيبي كده على طول من غير ما ندرس خلفيات بعضنا الاول؟ ده انت شكلك بتستظرف كده. محسوبك بقى، ظريف جدا. يا مالك يا امور، في ايه؟ برايه ممكن ما تسيبنا بقى نشوف البيزنس بتاعنا. الله بيزنس ايه يا في ايه؟ انا انت وهو يالا. وانت ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده؟ يا يخرب بيتكم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا بقول لك ايه، ده مطعم محترم. برايه اونكل، احنا خلاص بقينا في عصر العولمه والعالم كله بقى عباره عن شقه صغيره وكلنا قرايب. يا سلام. ولا اوعى تكون يا تفكرني مش الشباب البيجي بيجي اللي بيروح ويجي. لا دي انت قديم قوي يا اونكل. كده قديم؟ طب خد دي جديده خالص بقى. انت قاعد مش الشباب الكاكي اللي بيبيض ويكاكي. حلوه حلوه. ها عايز ايه؟ بتحترم نفسك يالا؟ ولا هيما ولا ميزو. استاذ اقفلوا الباب بتاع المحل عشان في عيله هتتعلى النهارده. لا يا حبيبي، لا بلاش بلاش يا حبيبي، صحتك. ما تخافيش يا طنط، احنا بقى اللي هندقله صحته دي خالص. طنط مين يا صحت مين؟ ولا ايه الحركه دي؟ دي حركه 2012 يا معلم. ولا ميزو ولا هيما الحقوني يالا. مالناش دعوه يا استاذ زولا، مش انت قلت مالناش دعوه بالمشاكل وانا بسمع الكلام؟ سلام عليكم. يا جبل ميزو ولا هيما الحقني يالا، الحقني يالا. نفس الكلام اللي قاله ميزو مره كمان. سلام عليكم. تعالى لي يا حلو. لو سمحت نزل ايدك تحت. ده وقت مصطفى عمر وقتك ولا دلوقتي يا رانيا؟ جرايا واد منك ليه؟ جرايا واد منك ليه؟ ما تحترم نفسك. اهلا اهلا يا حبيب قلبي. حبيب قلبك؟ حبيب قلب مامتك يا حبيبي. ايه مش تحترم نفسك؟ مش تحترم نفسك؟ جرايا متفتون. بص لي هنا، انت بتضربيني انا بالقلم؟ بضربك بالقلم واكسر لك دماغك. مش انت الواد بتاع ثالثه اول؟ مش انت نفس التناحه فاكراك؟ مين دي؟ دي ابله سناء. ايوه ابله سناء. عارف لو شفت وش واحد فيكم هنا تاني مره، انا عارفه بيوت اهاليكم، هروح بيت بيت واقول لابوك وامك يلا اتنحلي يلا. وربنا ما اسيب. هدي الجزمه، الجزمه زي علق زمان. رفع عليك يا سناء، رفع عليك. اخيرا بقى لك فايده. وانا لسه هلم وراك يا موكوس، هفضل ألم وانا عايشلك العمر كله. خلاص بقى يا سناء، خلاص مش قدام الناس. عيش ناس مين؟ ما انت بتضرب على قفاك قدام الناس طول عمرك من وانت صغير كده، وانا بنزل اضرب العيال اللي بيضربوك. سناء خلاص مش قدام الزباين بتاعتي، اعمل لك فول بالبيض. امتى تجمد بقى؟ خلاص بقى اعمل لك فول بالبيض. امشي بقى وادفع عن نفسك.